يخبر الله تعالى أنه من عظمته سبحانه تكاد السماوات مع عظمتها وارتفاعها يتشققن من فوق الأرض، والملائكة ينزهون ربهم ويعظمونه حامدين له خضوعا وإجلالا، ويطلبون المغفرة من الله لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور لذنوب من تاب من عباده الرحيم بهم. سؤال الحلقة: اذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة.